ويت ليفتنج. الجمهور المصري اللي كله مستنيك في مصر وفرق. قولي تاني قولي تاني قولي تاني. الميدالية غالية. الميدالية غالية. الناس كلها مستنياك يا ساره. الحمد لله ويعني ان شاء الله يعني افرحهم تاني في الاولمبياد الجايه ان شاء الله بالذهب، واتمنى ان هم يبقوا فرحانين بميداليتي يعني. يعني ما قدرتش انا احقق الذهب بس ان شاء الله احققها يعني. حلوه برضه. انا عايز اقول لك يا ساره ان الناس كلها متعاطفه مع بكائك وبتقول قد ايه الطموح عندك عالي. تقولي انت تعبتي قد ايه لحد ما وصلتي للحظه دي؟ انا تعبت والله 8 سنين بحضر يعني، ما لحقتش طوكيو وكنت بحضر بقالي 8 سنين والحمد لله يعني ربنا كرمني بميداليه. الرئيس السيسي جاي لك يا ساره، تقولي ايه تعليقك على الرئيس السيسي؟ طبعا سياده الرئيس هو دايما في ظهرنا ودايما يعني ورانا في كل البطولات، واي بطوله بلعبها الحمد لله. مبروك يا اسطى. الاولمبيات اللي جايه ان شاء الله هتعدينا بالذهب. المكافآت يا ساره، المكافآت ايه نظامها؟ المكافآت ايه نظامها؟ لا غير الساعه.